السلام عليكم، معكم مصطفى الحداوي. شكرا على الاستضافه من لوسا تي في وبارتاج ماكس. وفعلا فانا مسرور جدا وفرحان كثير لان رجاوي وبديت في هذاك الفريق الام ديالي منذ اللي كان عندي 6 سنوات ولا 7 سنوات. فهنيئا لنا جميعا، والتشكرات ديالنا والتحيات ديالنا للفريق ديالنا العالمي، من مسيرين، من لاعبين، من طاقم تقني، طبي، جمهور مذهل جدا. فكما قلت ازدواجيه تاريخيه بالفوز بالبطوله والكاس، فاللاعبين قدموا مستوى هائل جدا، وكذلك الطاقم التقني. مدرب اللي نجح والثقه اللي دارت فيه منذ السنه الماضيه ملي كان جا عندنا، كان هذاك فيه حكمه من المسيرين باش يباشر ويكمل العمل ديالو اللي بدا، فتبين على انه دار البصمه ديالو. اللاعبين تاهما كانوا في المستوى الكبير، عطاو ما في جهدهم، لان هذا الفريق هذا او هذا النادي هذا العالمي، فهو تيخلي اللاعبين يتحدوا النفس ديالهم ويعطوا كل ما في الجعبه ديالهم اللي خلاهم يفرحوا كل جماهير الرجاء. فهنيئا لنا بالتتويج ديال الكاس والبطوله، وكذلك تحطيم الارقام قياسيه هذه السنه هذه اللي غتبقى تاريخيه وخالده جدا. فهنيئا لنا، وتشكراتنا للجمهور الغفير اللي تنقل في هذه المباراه الاخيره في مدينه اكادير، والجمهور المغربي والخارج المغرب اللي تيبغي الرجاء. فهنيئا لنا جميعا، بطوله كانت في المستوى الكبير، نديه كبيره ما بين الرجاء والجيش الملكي. هنيئا للجيش، واحد موفر لهم ان شاء الله في المستقبل. تحياتي ديما رجاء. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS، نربحوا الرياضه.